الو، ايوه. لا لا لا، جيب لي الفايلات اللي عندي هون، انا بتابع هون. يلا باي. الو، اهلا سيد عقلة. اهلين اهلين، الحمد لله كله تمام. عرفتك تسوي هذا حال الدنيا. هلا صحيح احنا 20 سنه زملاء، بس انت لساتك شباب يعني بدري على التقاعد. بس يلا ان شاء الله بتقضي وقت حلو في التقاعد، وعقبالنا يا سيدي. مع السلامه مع السلامه، بامان الله. ابقى زورنا. اهلين اهلين. ولك رد يا ضحل رد. الو، ولك انا كل ما بتصل فيك ليش تقعد ساعه ترد علي؟ يا ماما، ما انا قلت لك اني انا بشتغل المشروع تبعي، المشروع اللي كلياته حسابات وارقام، هيك قطعت الرساله بدي اعيد من اول وجديد. اسمع، اخيرا قالها. جد؟ اخيرا قالها؟ حكى حكى حكى، هلا رن علي وقال لي انه تقاعد. خلص بده يتقاعد هذا الحاج بوجه زبيب. طب ماما اجيب الحلو مع زبيب؟ بس انا خايفه الاقي حدا غيري قاعد محله. لا ماما، مستحيل يجيبوا حدا مكانك، لانه اخر 5 سنين فعليا انت المدير، لانه هداك يا بيجي على كرسي يا انه نايم بالمستشفى يا انه نايم بالمكتب، فعليا انت كنت المدير بس بده قرار رسمي الموضوع. والله معك حق. اسمع خلص اتصرف وعلى بركة الله وجيب الحلو. طب ماما اجيب الحلو مع زبيب؟